خلل أم تورط؟ أنا ما نجمش نقول تورط، البحاث هي اللي تثبت التورط، أما الخلل والضعف واضح أبقى فما مشاركة وفما تورط أطراف أخرى ولا ما فماش، هذه الأبحاث يلزمها توصلنا وتقول لنا ما حدث بالضبط وأين بيت الداء وين الخلل، لأنه إذا ما نستنتجوش من هذه رغم الخسائر البشرية اللي تكبدناها ولا هي ما ترجعش علينا بالفائدة باش نجنبوا أمثالها وأمثالها وأمثالها. شو ما أمثالها؟ ما قلتوا ليش أمثالها؟ أمثال هذه مجموعة جهادية تكفيرية أخذت من التراب التونسي معقل موضع قدم لواش باش تفرخ سي معز غادي. الغادي مركز للتدريب، مركز استقطاب وتدريب الجهاديين، يجيوا الأطراف راهو مش من القصرين. لا من كل أنحاء الجمهورية، وهذا ما أثبتته زاد عملية سليمان، يجيوا غادي ويتدربوا ويكونوهم في عدة مجالات، في استعمال الألغام وفي صنع الألغام وحتى في مجالات أخرى متعلقة بالشفرة وبالاتصالات وبالتجسس وكل كل ما يهم إلا تكوين خلايا شبه عسكرية. هدف متاحة شنو؟ هدف متاحة الدولة هذه يلزمها كما هي، يلزمها كلها تتهدم وتقوم مكانها معناها أركان أخرى جديدة ونظام جديد وفهمت ولا معناها نظام آخر، هذا هو معناها باش معناها